ولي ضحي طوفان تحب مخز يوم اجنت ورات النغنيت سيتي مخ اتيري مليح نفحص وطا سميقاكم اكيد نخ نهارا ذي ثخرستا نجديد نيخ ثمينوت ربدخت بادوت تمزيخت سيتي مخ اتيري مليح ويا مرحبا بك الزول وتما واسما رش مرحبا بك سيتي ما غيث ما سويث ما اكيد نخفف فام فخرة النهارة وذ فام الفقرين عرب بركي ذي سطاس انت مسرين اذا ومتعجب نسيتي من يا رب دام زين تسد وكذ نخميني جان ذا مينو ذي مكور ايار وزي الفقرات النخ الفقرة نمشاني خنسموي اكذ الشاف مرحبا بك تن ميرثا وتما تشكاريش مطس يمزرن غي عزن نتاعها بزيوم ديال البرنامج انتين وكا ما مشت ورا من نهار يجن البلاد الجديد لي تاخت وليت البوتيرون ستخشاش تازك وقت باش تزامل المقادير الناس الطريقة يزيد غنخدم قيم ما كاين اتقذاش ايوزي شك مرات زمار اتقذ ذكس الدين وم تينوبقا وانتتو الموضوع ربدا صرو غثيفاوين خطاص للمواضيعكم يتهمن ذي مكور ايار نهارا بد اكذ العلاقة جار ومهروش ذو ضبيب اكذ الاستاذة بديعة تنوتي اكي خيناقشن الموضوع انوسا ضفاث اكيد نخ ايثما سويثما يني ذا خيط طفان تحب خزايا ومجن تورات نغنيت سيتي مخ اتيري مليح اتيري وثوجد مخ ما كيخص عدو مجن وقت اذا صبحان لذا خرستا انوسا للبرنامج نوم تينوبقا ربدا داخل قناة انت مزيخت ثدات ذا خسمونا نكذوم ربدا ذي نوجيون نسيتي ماتيري نفسوس خورا والنوم ذي الحلقة ينوسا نوسد ونويد ميني جان ذا مينو ذا الجديد ممش ربدا نهارا بدخيج الموضوع يتهمكم الطاس انسي ورخ العلاقة جار ومهروش ضوضي بالنس ذي العكس جاء العلاقة جار ومهروش ضوضي بالنس ممشغت مع مال جارس سويني تحضر كذ ناخل أستاذة بديعة التانوتي مرحبا بك بارك الله فيك كتقدا مواسي ما تشكاش من خبر برنامج جاي طاس المواضيع الذكيه تختار في تختار فكاش مي جابي وزد خمواروض بارك الله فيك رش فكاش مي جابي وكذلك هو مرحبا بك مرحبا بك رش وتما واسي وتبارك الله عليكم وزد خمواروض يسحماك بارك الله فيك رش تقضى طاس تيلستيكي خيرين انهار ودي الفقره الموضه ذا الازرين يخ الجمال الأستاذة بديعة خصا نفهم بعدا يوذان الأهمية نضبيب عاد غنسيور خل علاقة إجي جمعني خي قسمونا أضبيب ذو مهروش الناس واخا وسيمة شكرا مي خسميني غادي ندير العلاقة إنسانية غادي نجي العلاقة صديق ذي زميل ذي العمل صافي ماشي مهمة زعما تقدر تيري أطاحي زعما أتاح بعيد نغلى العلاقة جا وضوي بدو مهروش من أهم العلاقات ما لو نجح العلاقة وايت جين فيه ومهروش وينجح شو وضوي بدي تشخيص المرض نيشان. أهم العلاقة أهم من غيسي ونظر على النتيجة هو العلاقة نسن العلاقة جا وضوي بدو مهروش علاقة مهمة أولا أذن بدي قصو وضوي الطبيب ماشي خصاص هذه يتعامل اكو مهروش غا سنين وينه هذه لي مهني هذه لي انساني العلاقات هذه مهنيه وانسانيه ومي قال مهنيه مهنيه يعني هو خاص يتشطاش زي من يغرى نيشان انت يغرى تبارك الله عليه زعما الطبيب تحيي تنضم مره وتحيي الوالدين هنا الصغار ولكن تيري التشخيص انه الناس خصك كتقزع دات قد تحليلات واخا ما تبخلش عليه انت السن باش تسيني هو هذا الشيء مسيهاق شدو لي تما ديوش مره ما ينقص هذوش مني راهني امانه غاس هذه لي انسان فكيت مع ملك الانسان هذه شي العاطفه العاطفه الضبيب وتيتي الش هذه يعني علاقه هو هذه لي حنون هذه لي مقرب ولكن ماشي عاطفيا ماشي الس حتى العلاقه هذه تحكم الضمير النص الضمير العاطفه الجانبيه لابد تيري ولكن فهمت تيري شي نوع علاقه خاصه فهمت ماشي الحنان الامي غافش ديال المريض لا تجد مهروش هذا شي يامن بوكي ما يمن مهروش ضعيف ضعيف سرهل جاري في السن يازو ومشحال العلاقات نجحت الضبيب امهروش يطحي هرش سوا ورني مضبيب ما مشي سنا كيسي السيول يتقين فيها قبل الدواء اذا خصها السويلات معنوي يتا في تغاوض نيشان ولكن التصني وذن تفكان مليون مرة عادي غير راح نغوض بيب تيري هرش نيخت هرش قارش الضبيب وغا استريح وصيح ما يمي وذن تقضي نزق الضبيب مفاهيم مغلوطة فهمت تيري سيني اي وصافي من دي غايوش
قد دوان نشوى الصغبو دوان جزق غامو ديني الحاج دي غاد سقين في دمو غاد شان الحاج دي هدا وما نمنعوهاش ولكن ديني مش سقان المسائل اللي تخصص الطبيب ديني اني تركون زقوزو تيري زي العلاقه يا تيري زي راح ومهروش غا اسقسينو يطرح دويتو خصتيني ديني يتجا بعض يضبيبني ويفهم من الواجب نسك المريض يتجا المريض يتركور مش يمكن هذه عورز جيجنا دي بدرو الناني ديني نشدها كتجربة خاصة ينش إذ بيبني غات راحة يتغي ماذا زبيبينه طول الحياة ما يمين بوكي تو تيري غاس يعمل أي إنسانيا ومهنيا فهمت أضيف خصوصا دياب أدياب حل مريض أثي عامل معاملة لائقة تما ديني وذن تقذن زي المعاملة ثانية تي تقذن مدس نغيني وضبيب مم مش كذي غي السيور مش دي غي السيور رخبة مثلا رهرا شينو ديني شازي مارث انتفر فيرق الطاس جاري ضبيبا كوري الجن مم مشيت معاملك ومهروش مس ديني تيري الدعم النفسي قبر مش دا مغيني مثلا تشخيص الحالة نمين دايم مرضي مش المرض ليست خطير نخ شوية وها نخ ديني العلاج نخ مليح وميتوسي تزيش قديني العلاج قد يريد مليح قطاطا يعني ديني وذن قناش لا الحاله النشقه ميؤس زايس قاش كضي الحاله خطيره قاث وضغ سوني وذن تقذن هو يم تصني وذن عاودنا وسيمانا ما مشني دني غير نوصي شال معاملا الانسانيه اكو مهروج يعني تتعامل على حسب الحاله اللي جانتا بركين شي مره غلط قصنا عشان حش نطرح اصلا على مالف وسقسق غنغضي العقل ايوم ماذا شن حش تعفانتني ماشا ذني عاود تصني وذن طحن غضبيب مش الدواني إذا سنتيش لا علاقة الحالة نس فهمت لا علاقة الحالة نس نغي يعني نغوى غاسيتيف فهمت شو سوي ني وذن تقول عاودة ني وذن تقول مثلا ديني شان بعض ني وذن وزمان سون بسطيض فهمت كل يجن على حسب انت ما مش يعني ما يتقوتا ما يتقوتا أذن بالدغ ذي ميت الني ذيني وذن وأضبيب وتشخيش المرض كما هو أكيد أكبر الأسباب ويستكون نضبيب ويتخشى المرض كما هو أغلبية الأسباب ماشي كل شيء تيري وادي النبو العلاقة جاء المريض ضد الطبيب لا أبار العلاقة لا أبار سمحي أبار العلاقة بركي ما يمكنش انت يلا يوزغس أبار العلاقة تيري انت أصلا ويخدم شا يعني بس الضمير نس ممشتنا وسيمة قا أي عمل أي مهنة يخصى ضروري أول حاجة يخصى تيري غابنا ذمني الضمير نس عادي تس العلاقة عادي غتس العلاقة أنه خميني كيس غي السيور تضمير مرة ديني وغد جذم مش ذني وغد جذم قد نيشان بعضني ذبيب غصب يخزا ذي موان ويسين أصلا مين زي تعانيش يا أوكي شو مثلا مثلني إذا صغزي سقرم أوكي قي غزي ذا حقا قي ذ مثلا ذ مهنية مين ذا ميت قصد ماني غمر حرق أنا وصغت غا فما تيتي مثلا ذي قصد صغزي بنتي سنتي قرص مهنية وديسش وخا غادي سنين لا أثني ذي ثيمسي بوكي ثيمسي تقيتار روح أمي وش غادو لي براند شن مش ثيم السنة تري شن مرة يعني وجبو ثيم السي عادية أيوة. تستهج غادو لي براند وخي تري متأكد باللي غادي مجي هذيك تشخيص تشخيص قادوني يعني ويخدم بوس الضامير مش العلاقة خصوصا تري وقيدة العلاقة تزدواني أنا يعني بوركي لا أنا مين أمهر نشهر شغ ضح غوض بيب أولا نش ضعف لهلاش ضعف خص من شروط الطبيب لمريضه العيادة أتيري جي الألوان مفرحة السكرتيرة أتيري محترمة قد تحترم الآخر خصوصا المريض تجب ذلك النقطة مهي محسسية الطاس السكرتيرة نخ السكرتيرة إذا يتستقبلون خمزوارو شي ابتسامة عريضة سيتي مخاتيري وغموالو نخوتيري وغاكوالو إن شاء الله وتيري حرخة أضبي بزيسة شوية كيميري زين شاني وذان خمي تستقبلني مهراش إتو ينضب تعقب الزقبري وأتعقب نهرة ما أظن مش غيري أنا نمر هريش النوني ما ريح هذا ذي ثوة فاضبي ما مش غيري تسمى تري جن تقو وقد تلمي هنية السكرتيرة روح أنا حنصور أشوات العلاج صافي استقبال أخو ضبيب يشخص الحالة على حسب المعاملة نس أنت ما مشيت معاملة كي مهرش الناس نبوض الفترة العلاج تصني وذا تاقينا تقل العلاج الضبيب إتا في المعاناة نخطف أمخم برا الطاس أكو مهروش ما مش شمغا قنع خص العلاج العلاج قا نصف من الشفاء النصف الأكبر هذا النسبة أكبر الشفاء تحلغا الضبيب
يظهر ريشم العلاقة طيبة طيح ضغاس يتشم الدواء وتحت ساس داري ستري هدا السيدي تلاقى وريفين لا وقت تسغل الدواء ني وتقبس الوقت قال وقت ني خمي تقندي كاخا يمو يعني غاسوينات العلاج ملا تخضي التوغ وسويق بسطية اي وارتي بشا معليش ني غمي ني قالوا تين تضبيب الدواء ني وشا وذي يجي والو مسؤولية المريض مع نفسه للعلاج خصها تتبع هذه تقيض مني وتجوي غرايه مني وهاني قيسان داكشي دقيق بوكي الجسم من غدا مثلا يا احمد غزي الصيدا بيت وغات معجزه من معجزات الله كل حاجه غاس ونهنس دقيق جدا ومركب جدا وتبير الاستاذه بديعه بلي التصني ودان اللي مهرش نيخ وجنبو دي مهرش نيخ غاس نحت زي فاميليان سني هرش فقدن الثقه ذك ضبيبون ماشي كلشي طبعا ونقابو ما ريودن وتحترم بالضمير المهني ولكن التصني وذن جنس بالطم قرنت فقدن الثقه ديني التصل اخطاء طبيه ديني التشخيص غلط الحالات نرهرش هذيك جان وذا قانا بقى نشين وتحترم بالضمير ربدنا الزخ 8 ثواها اضي بخصه 8 سكرتيره 8 ممرضه 8 ما تفيد اذ عامل المعامله التصبح هذا مش توارد الظاهره يا ثانيتي توارد الظاهره مع الاسف فقط كثر شوي تخمي غير سن 8 دي الطب ويتغيمي بو الطب فهمت واش قال كلشي ينبع الطب السيوخ مقاولات فهمتي الطب نيغام خصها سيري مهني وانسان خلينا غير مرض عاطفه هذه اللي مليح كي سيري مليح كانسان يعني بتعقل بعقل تم زواج معاملك كانسان علاش معامله انسان ديني الامراض النفسيه ني شويه خصها معامله خاصه ني واخا معامله خاصه ولكن خصو ان نش تحترم غير بالمره ماشي قاس الله يهديك قتا رساله ماشي بو الثمانيات وقتا بحم ديجا قتا بحم كيما لا دحا مقاولات وغامبو العمليه من العمليه وغامبو تجبط من تجبط انا استاذه بديعه دنيا الطصن طاصني ضبيبا الطاصن في الميلاد وخدم راه واذا سنتو شي مثلا تحت طاو فهم غام تحت طاو الطمغات تعانا ويا حنجاسه في يعني قط تما الحاله الناس طارو انت قرص عاد لا والله الحاله يا وسيمه لا احضاغاس لا قديما سويني مني غني غنواقع الضمير ذم زوا هذه اي عمل شنو ضمغات صغيرة غاسي راه بيتي خير قانون السن الولادة من أصعب ما يكون لا 8 هذا من غوي كينا مو ماشي تي زبيب نغسل الميراث واه هذا ثانية لا نمشي أكيد بركي الضمير قانت عقب غا الضمير قرخو قد تغيري بدا زبيب ثورة قد صغير قوا مقابونش والله لا تصغير قوا مقابونش مثالية قد مش يقدر تقر ولكن قاغم الغلط زين بقى سبوني غير خنشي نتناقش وجيبو سيمون طلاق نشدي ضبيبا نخ نتساور ك نتساور سيري سني وذان داخل تواران وذان داخل تضفان تجارب كالسوارن ذ الواقع كالسوارن من يقض الواقع رش وقت جا الحالة في السبيطارات قنسمة مشقين السبيطار الخاص السبيطار العمومي قنسمة مشقة وذان مهراش ما مشتنيش من نموذج انت مغارين قطع نظار انت غاصر وقت نسطار انت قرص لقى عين ديا صدبيب قامة قوى تجين شعين غاضنا وشتن ما عليك توفيد انو قانم لقى عادة ديا صدبيب لا امو 8 اويد اويد خو مثلا سبيطار عمومي ماشي الخويض والربع عمومي هو خو 8 يعني 8 يعني في دي الحالات تحت سبيطار خاص وتحت سبيطار عمومي اوكي وني كان الخو وسيمه سقسي هنا زعما علاقه الطبيب زي مهروش يعني الطبيب طبيب فهمت في ناس سلبيات فهمت اغاد غا ناس من يوض الطب مع الاسف خو شي نقى الطبيب يتجا السنين الطبيب مهني انساني اما الخو من مع الاسف من ديك الساعه غادي نوجب زيت زير هاد النمي ثني لا 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 مع الاسف غاب الحق يتجا بزاف زري غير ودان طاح مع سبيتا سين 40 درهم يتوي قرص قوا غالي شي قاني غزير كامبو توقع الحاله مفاجئ يقرص الجمين دي غتعاود اما الرميد اما زمانه يا ني غرنج وا ماشي هو ني غنقفوشي كل الاراء تجدي الصميم كل جنز الوجهه النظر الناس ما مشيت وارا انت الواقع نضيب النخ للاسف الشديد وانت تو النموذج الجان تبارك الله خاصن ضمير مهني حايد قنر خدمه نسمى يزيد خصنت
لان طاس التخصصات نتاع غيظ بيبون تيش ناخذ دواء صغاصن سن بلي طاسني ودان وغاسن بالامكانيات الماديه ما راه خصها تقنفيض تقف الدواء لان طاسني ودان الله يحسن نعاون وغاسن بالامكانيات يضب اضبيب ومن سوار خل العلاقه يسحس زيسن يسحس بلي امهروشه وغاس بو ثمانيات وغاس من زي غاسيت الدواء ما راه يسوف غاس سكانير يقارس قاعد غاس سكانير غاس التحاليل غاس يتسميت يتاوي بعين الاعتبار بلي غاس طاس المصاريف سوني قارس على الاقل تعاون خص الدواء وجي نتصور خصي البيات وها قادين ايجابيه يا ديني وذان غصن ضمير مهني اتقذا ثن زي المنبره وانيتي والله لا تحياتي لهم زعما جاني ريفن وتمنيا ما ريد ريفن الحاول الذي نعم بوكي سي ربي يفشسني المسؤوليه تشتري سي المسؤوليه الحياه الانسان الحياه يعني الفاس سن خصها دايرين ذي المسؤوليه اني سي ربي قاسني يعزق قاسني يعزق ولكن اقيمني هنا بطرق زعما صحيحه ادعم لنا المريض نيبوكي قواد يسيدي لنا المريض وغيتعانى صحيا وما بالك ماديا لان تاني تعاود غادي تختار المغاد وين خصك مجانيات الصحه العلاج الى الفقراء اني وغادي تجي شي تقدر اتقيم ما هو واغري وخا الاميه والحري وغريب من زياس اني واخا سبق الهلاش الهلاش قد تخمي غاد صغوي يعني من يهرش من الهرش كتات فوق مين زي غت سجين في فهم زي أتقد من الأستاذة بديعة تأكدت باللي العلاقة جرو ضبيب ذو مهرش الناس خطيرة علاقة إنسانية خمس وارو الطوا شوات شوات التشخيص العلاج الإقناع الدعم النفسي والمادي مرا ما يمل لا مش لنا الأستاذة بديعة تختم اسم الجانيات العلاج إمارة مهرش أتقد وما شنا يوم مارين إذا خيط طفان وزي نسخي زي شوية الموتي غوش مثنخ هويام أنس مفا أكذ الفقرة نظري ذو الموضة وانت تو شاف إكي خيجان ربدا ذي الفقرة نسموي نخ مشا مرة منايا دي توني بقى تينو بقى خلقانات قناة أنت مازيخت أزول وتشما ماني مث جيد تحب غزيم كذي ذي وغواس نتينو قاذ الفقرة الموضة نوازري نهارا ونسيور رخ الموضة ونسيور شخ وازري الفقرة يا أنسيور خمامش غاد سيز يعني غاد نضفض أكشوض غام في الدنيا مثلا الطبرة نغر مايو نغر قامة أول حاجة يخصم بعدها بعدها أتبعد إيو أمان أمان ويحري إيو كشوض بعد يا الشاي دكر ذي شن دقنا الريحف مهم ويحري بعد ومان أتيسير رقطن نيغ أكتان أتقذ أتقذ الشمع الشمع يعني هذي يدوب يعني تواري ذي أتسفسير أتقذ أتيسير الشمع النيغ أتقيمذ سرقطن نيغ سكتان أتقيمذ أتقذ خاس تواري ذا مو على شكل يعني أتقذ خوينا خوك شوضني أتقيم ذا تصنضب أمو يعني على شكل دائري وجي أمو وجي أمو خميني غاث نتفضر بدأت نطف أمو أتبع ذا ذي زشن الزيتون بوكي ذيني أتصن تمغارين تقنت مثلا زشن الزيتون زشن الزيتون إيو كشوض قد سمونا عذر وسخ يعني مرات قد زشن الزيتون آني خاسر خج فهمت حما وير السقشة زشت حما وثر السقشة زشت بوركي زشت جبذر خشت ويد غمارة ندهني خشن حاجت تويد أي حاجة أشوا في تريت بالداني دواتي أتاي الصباح من زي غاثن تفضوين الثاء أكشوض أتقذتاي اتي سي دوينا ترقطن نيغ تكتنت المهم واي تيلي بو دايس بورخش تقيم ذا زي تفض نيغ عاودنا اتقد الليمون الليمون اكزش الزيتون خمي غتقد الليمون اكزش الزيتون اتقدي شن الرشاشه ثاني تغطر وش ذا موان وش تقيم ذا تمسح ذي يعني تمسح ذوينات الخشب دائما نغرب بدا شن تكتنت اتفو ذا يسبور خش وتمز ذاكت ما حتى تسيزغض مثلا اي وصفه ثقيت سيتي ما اتف منايا ثوريت ما حنت اتقد وتف وغنبول المشكل ما من ما مش نغمين زي غس يعني غمسحغ اكشوض غايبي ثداث امر قينو كيم ذي الفقره دي كوان دي شنت خرست مغنيه اخو اش تموتي غشف حما نظام مين داك انت السوجد بزران غي عز نتاعها بزاوم ديال البرنامج نتين وبقى نهار ما مشيت ورا من جن البلاد الجديد لي تارتوليت س البوتيرون استخسرش تنزق وقت باش البلايا تحتاج هذه المقادير ديجا نقا لا بات بريزي نيغ فولتاج
نسوي ثي جندو مي كويسون هذه نتنيت نتحتاج لا كاسوناد يجن 100 غرام من لا كاسوناد ايش تنيت متجارين رقافه ايش تنيت غنجاين ندهن نتحتاج شويه نتمتجحت الكوزا نتحتاج سكينجبير نتحتاج لا كريم فريش غنبدا ان شاء الله انشع اذا خصيش تنيت زكوخت نتق الدهن واش نناش تنيت غنجاين باش هذا يسن كاراميليزا بوتيرون ني خصاش تني نتقصى الطا مزيان باش تغدي هذا نخثو وتنجبو دي مورسوط دي مقرنن قد انكثر خصاش تني هنا شتو راه متزكوخت نقصيت دي مورسوط دي مزيان نتق شويه نتمجحت دروست يجي بانسا مول تمجحت نتق شويه البوزه وانت كطاريشة بوركي البوزة تقي ضس تساخو بنادم تما شويه دروست واها شويه نقافه نتق شويه الجنجمبر سكينجبير جات ارغاث هو من بعد نانيه سنين تمجارين شويه لا كريم فريش تسدي تسمى اتنحاي من بعد نتعمر الزيت اللي تاخذو لي تنغد ساده في الغفار نبزران غيعزن ما مشت ورام البوتيرون نقات هو رخثو انكسي من اللي غنخدم انكسي جمعناس انكسي تخسشت نيتس بوخت تكيت امو نقات نانيس إيش تنيت من جارين نعنيت هذا الخليط مني تو نجي نفوي باش نتخلط الزايس شنو هو نجي نحاش ثوهن بودر اي وحدة تيك وتاز تميزيت تما باش نسن تخسش نتقيت ديسك سوا هذا المسائل مو تنيت ولاني بودر الزيس نجي حتى لي تاخت وليت نغلشن تاخت شويه طم قرانتي العائله ديك شويه لا كريم فريش شويه دروستوها نقات خصو انعما الزيت لاباريا زيت نعما لي تاختو لي تني ما مشنا ناتو غادي جا نقاس نتو مي كويسون عماري نتمو كما غنتنسي في الفران يجن الدرجه الحراره 180 تيشا سجن 25 مينوت وشا اضغام مزور ان شاء الله سيتي ان شاء الله دوم تعجبت تقم ديتو درنا يا مزران عزيز ما مشيت ورا من السفور دي تاخت وليت نيس البوتيرون ما مشيت ورا ما قاتنت لا فارس ني تقا ثمن عيخ في الناس سيتي ان شاء الله دوم تعجبت تقم ديتو درنا ومصحه درنا قدك النيو رجل الحلقة النهار إن شاء الله.